عندي تمام. بنت أختي رفيعة جدا جدا وعندها 12 سنة، ومامتها راحت بيها في مصر هنا معمل التغذية، بس ما ادوهاش حاجة. يعني البنت ما بتاكلش خالص، وبتحب يعني مثلا حتى لو كلت بتحط اللقمة في بقها تاخد 2 3 ساعات. طب عملت تحاليل من قبل؟ عملت تحاليل؟ عملت تحاليل قبل كده وقالوا لها عندك عسر هضمي وعالجته، وعالجته وبرضه بس ما هي بتاكلش. برضه ما بتاكلش، هي رفيعة زيادة عن اللزوم. طب بصي، هو بشكل مبدئي هي عندها 12 سنه. لو احنا عملنا تحليل مثلا الانيميا، صوره دم كامله وما طلعش عندها انيميا، عملنا تحليل الديدان وما طلعش عندها ديدان، عملنا مثلا التحاليل اللازمه وتاكدنا ان احنا ان هي ما عندهاش مشاكل معينه زي ما انت قلت كده، والله كان عندها عسر هضم وتعالجت منه. انا هقول لك على اسم حاجه تجيبيها من الصيدليه، حاجه كويسه جدا اسمها الشوكو منستر. الشوكو منستر ده عباره عن مكمل غذائي. مكمل غذائي ده ممكن يعيد الثقه مره ثانيه ان الطفل ياكل مره ثانيه ويقعد على الاكل بتاعنا. ده عباره عن مجموعه من الفيتامينات بتحفز الشهيه عند الطفل وتخليه ان هو يقعد على الاكل. بس احنا برضو نكون اذكياء واحنا بنتعامل مع الطفل. الطفل مش هيقعد زينا ويفرش ويقعد نص ساعه ياكل زينا، ولا هيقعد ربع ساعه. هو ممكن يقعد دقيقه، دقيقتين، 3 دقائق، 4 دقائق، وهياكل ويقوم بسرعه عشان هو اصلا منتظر او هي منتظره صاحبتها وهتطلع، يطلعوا يلعبوا دلوقتي، وبعد كده هيطلع يلعب ويبذل مجهود بدني، وبعد كده يرجع مره ثانيه للبيت وبرضه يعمل نفسه ويبحث في الثلاجه ويشوف ايه اللي موجود في الثلاجه ويبدا ياكل. ففكره ان هو هياكل زينا دي لا، لكن فكره ان هو يقعد على الاكل ويجوا ونجوعه شويه من خلال مع بعض المكملات. في مكمل اسمه مكمل ال اسمه الشوكو منستر. احفظ الاسم ده عندك او اكتبيه في ورقه وتجيب شوكو منستر. منستر ده عباره عن اكياس كده، عباره عن اكياس. بتجيبي كيس وتقولي لها انا جايبه لك الكاكاو والشوكولاته اللي انت بتحبيها. هتجيبي لها هتقولي لها انا جايبه لك الشوكولاته اللي انت بتحبيها، وتجيبي الكيس كده وانت تشربي من معاها حتى، ما فيش اي مشكله. يعني مكمل غذائي ما فيش مشكله فيه وما فيش اي اثار جانبيه لاستخدامه بالنسبه للطفل. وتجيبي مثلا الكاكاو كده وتحطيه على كوبايه الحليب. الحليب يكون لسه دافي ولا حاجه، وتحطي عليه البتاع ومعلقه عسل نحلي جميله، وتقلبي وتروحي انت شاربه ومشرباها معاكي، ويلا عملنا لك الكاكاو باللبن اللي انت بتحبيه، واتبسطت ان انت بتشربيها الكاكاو باللبن. وهو اصلا في المكمل الغذائي علشان يبقى فيه مجموعه من الفيتامينات اللي تحفزها ان هي تجوع فتقعد على الاكل اكتر معانا، وتحفزها ان هي نرجع الثقه للام مره تانية ان ابنها بنتها بدات تقعد تاكل معاها. شكرا لحضرتك، شكرا جدا. الله يكرمك. لو عندك اسئله تانية ممكن تساليني. لا، هو كان استغل بس دي. طب انا شكرا. قدرت اجاوب عليه؟ يعني شكرا. استفدتي منه؟ تقدري تروحي الصيدليه وتجيبي الشوكو منستر ده، اكتب لك اسمه تحت برضو عشان تحفظيه، وتبقى تجيبيه من الصيدليه. تمام، شوكو منستر. منستر، انا كتبت منستر، كتبت 9 بدل الاو. منستر ساشت. ده يبقى كيس، هكتب لك برضو بالعربي جنبه، كيس على كوب لبن دافي مرة يوميا. شوكو منستر ساشت، كيس عبارة عن أكياس كده تقريبا 15 16 كيس، كل يوم تستخدمي لها كيس واحد فقط يعني. برضه بس تحليه، لان البتاع ده دواء برضه في الاخر ممكن يبقى يعمل مراره، بس انت لازم تحليه علشان ما تحسش بالمراره بتاعت الدواء اللي ممكن يكون موجود. بس هو الكاكاو بيغطي على المراره دي، فاهمه؟ لكن لما تحط عسل ايوه تاني، تحط عسل تاني مش هتحس بحاجه زي كده. تمام، الله يسعدك، يلا يومك سعيد، خلي بالك من نفسك، يلا مع السلامه. مع السلامه، خلي بالك من نفسك، مع السلامه. مع السلامه. الله اكبر، الله اكبر.